vois tellement loin que j'aperçois mon dos. Les jaloux primo sont même pas secondo. كلمة بريمو بركاشري رحنا كاملين كان عرفون طيرو إير كان حشمو مالك غادي مكسيري بس عالماك جيش من اللي خسيلك صيرو من حد راسي في الخانة من قبولي جاش مشيت معاك مني لقيت قدامي غير جاش فيك الخواض وفيك الفيروس بار ديفو وقال لي رفو قالوا لفو عمري ما غادي نولي نتخفي بعد مني رالي فيك يكفي كنت يا شيري ومشيت معاك بالنية واليوم ما درتي وغدرتي بالنية Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région de Casablanca State et la commune de Casablanca, organise la première édition du Salon international du livre Enfants et Jeunesse. Le Salon international du livre Enfants et Jeunesse se tiendra du 15 au 22 novembre à Anfa Park, à Casablanca. انا بغيت ندير شي حاجه ديالي نكون مدير ديال راسي انا عندي مقاوله صغيره وبغيت نكبر المشروع ديالي انا حريفي كنبريكولي وبغيت حتى انا تكون عندي مقاوله ديالي لانا بيك كتوفر لك مجموعه من الخدمات والبرامج اللي كتدعمك كمقاول طموح وكتساعدك في تحقيق النجاح اللي بغيتي استفد من التوجيه المقاولاتي المواكبه ديالك في مرحله دراسه المشروع تقديم المعلومات على مصادر التمويل المتوفره والعديد من الخدمات للمزيد من المعلومات ما عليكم الا تزوروا الوكاله اللي قريبه لكم او تدخلوا للموقع www.anapec.org L'Anapec, ملتزمون بمواكبتكم. عيشوا حماس تشامبيونز ليغ مع ماتش بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل نهار 3 مارس 7 لاروب ديال العشية على راديو مارس. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. ام دي جي اس نربحوا الرياضة. واش خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود الوقود العادي والوقود العالي الجودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينكسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود قود العادي المازوت وليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينكسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كثر ايوا موعدنا في جميع محطات وينكسو باش تعيشوا التجربه ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كثر وينكسو كتعطيكم ديما كثر Hey.
tulip, pop 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 tulip, pop 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 tulip. صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد برنامجكم العلماء دمار سعداء مستمعينا أوفياء نرافقكم في عدد جديد حلقة جديدة وساعة ونص جديدة مستمعينا الكرام. والحديث سيكون على منافسة البطولة الاحترافية وقراءة في مباريات الجولة الثامنة من المنافسات. غنرجعوا لكاع لي ماتش دي منطلق من يوم جمعة حيث انطلقت المنافسات ديال البطولة الاحترافية الجولة اللي في ماركون ديالها وعدد التعادلات كبير ولكن كاين اهداف كثيره في هذه الجوله. غادي نوصل للتشامبيونز ليغ فيمينين مستمعينا الكرام هزيمه مفاجئه الفريق الجيش الملكي كره القدم سيدات يوم امس امام بطل غانا بجوج الواحد والتعادل ديال سبورتينغ بواحد الواحد في افتتاح المنافسات. هذو هما مواضيع حلقه اليوم مستمعينا الكرام. وباش توصلوا معنا ما عليكم الا انكم تصيفطوا لنا اس ام اس ديالكم على 5030 تمارس على وسط درام تي تي سي بالاضافه الى لي كومونتير ديالكم فيسبوك ولايف لحلقتنا نهار اليوم. ليكيب كومبلي حمزه بورزوق صباح الخير. صباح الخير كريم. صباح الخير الاخوان. تحيه لجميع مستمعات ومستمعي راديو مارس. عزيز العماره صباح الخير. صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس اون فورم تبارك الله عليكم وتنسلموا على الناس اللي متبعينا. الله يحفظك يا سيدي عز الدين. كي داير اخويا بخير؟ حمزه مزيان صافا لاباس الحمد لله. شو بهذا البرد؟ الحمد لله. انا غنبقى نشوفك بنص ساعه اليوم من كوانسي. اليوم راه صبحت من كوانسي يا علامه الشرف علامه الكبرى. بدا بالشيب اللحيه ودابا كملنا بكوانسين. ايوا واش غادي انتوما داخلين الميدان؟ داخلين الميدان داخلين جايين عندك ودير بوز نروح نلحقوا عليك. تحيه للمخرجين ديالنا بونو في لاغيزاسيون في الاف ام فاطمه مديح في الديجيتال فيسبوك يوتيوب تويتش انستغرام كاع لي ريزو ممكن تتبعوا الحلقه ديال اليوم. واليوم حضور ضروري المدير التقني المخرجين عبد القادر القليدي اللي رجع بياسوف اون فيزيت انسبكسيون لاطار بياسوف الترقيه من لو برودوي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ضروري كيدير دي فورماسيون عبد القادر كيجي سوبرفيزي وكيشوف نتيما ناضي 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 دراري شنو ندير شنو الحل اللي نقدر ندير باش ما نبقاش في هادشي حيت كاينين بعض الاقاويل وبعض شحال هادي كانوا كيقولوا لنا الا صبحتي مع الناس عندك كلب يفوتك الحال ما عرفتش بصح ولا لا كتسمع معروف هاد القضيه هادي مراسل دو كبره ديال اش ياو انت مع انك كلب اش بغيتي زعما غيعضني والله زعما شنو الحل عز الدين عندك شي حل اخويا انا فريمون محن اصاحبي شنو عندك تورتيكولي ما تقدرش تدور راسك تهنس اخويا عرفتي شنو كاين واحد السبيسياليست شوف كاين واحد السبيسياليست سميتهم دي كيروبراكتور لي كيروبراكتور هما اللي تيطرطقوا لك كاع كلشي داكشي اللي عندك في سميتو في الدات نتاعك بحال كان اللي فيهم لاسكوليوز هي ديك السنسوس ديال الدار تيكون شويه عوج دونك تيشوفوا مع الطبيب تيشوفوا داكشي مي باسكو يفو توجور باسي باغ لي ميدسان هما الاولى لي سبيسياليست ديال هادشي وين كان لي كيروبراكتور حتى هما جابنا السلسله هنا نعم قام دارني السلسول انا العصبه هادي واقع انت سميتو لوكو ياك زعما العنق راه تيديروا هادشي زعما هما تيمشيو من السلسول وما طالعين حتى العنق فهمتيني باسكو راه كلشي تو تي غولي راه عندك تحسب بحيث عنقك تحرقك راه ما جايش مشي جهه اخرى واقيلا ما انا ماشي طبيب وزعما تنقول لك انا شفت بزاف ديال الحوايج وسورتو هاد لي كيروبراكتور ولا كانوا شي اطباء تيتصنتو لينا ولا كانوا شي ناس تيتصنتو لينا ويمكن لهم يصلحوا لينا كون غلط باسكو ماشي مزيان نكون غلط وانا تيجيب الله بالله لي كيروبراكتور سي دي سبيسياليست ديال هادشي هذا ديال لي تورتيكولي وديال مي تكون مقصح من شي جهه ما تنشوفها حتى عند بزاف ديال لي جوور دو فوت بزاف ديال في ميدان كره القدم تيديروا هادشي كيروبراكتور على قلبتي على السميه وشتيها في جوجل في امين بيروك اللي قبلتك راه كتلقى هادشي هذا لا امين ما كاينش شي غوبراكتور انا كنتسنى جوجل
جوجل هو امين بيرو ممكن هو مشارك معهم في شركات جوجل. نتسنى الناس يعاونوني بديزاستوس مستمعين ديالنا الكرام الله يجازيكم بخير. كيفاش نقدر ليزاستوس الطبيب دغيا نديباسي هاد لو ماليز اللي عندي لانه فريمون صباح محنه صاحبي الصباح هذا. لالا كريمه صباح الخير كتلتحق بنا كريمه حجاوج مواقع التواصل الاجتماعي صباح معنا زكريا كريمه عندك شي حل باش اللي هو من بعد واش صح لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ايوا الحمد لله على كل حال الحمد لله غير البرد هذا جو بونس غير البرد لانه كان بحثيرا كان بارد كان البرد بزاف البارح بالليل وما كاش الجمهور الجمهور كان كيكال شويه على البرد كاش الجمهور عاد كتحس بالبرد لانه ما كان والو في الماتش بعد الرجاء والفتح ضيو غندو على الماتشات ديال البطوله الاحترافيه والمنافسه ديال النهائي ما كان والو ما عجبكش صافا ما عجبنيش بزاف ماتش زوين ماشي بزاف كافي قوه الطيحان كما جي الطيحان ياك الله ضرب الماتش ياك عز الدين لا كاين ما يتقال عامه على الكره المغربيه الجديده اللي ولات وديك شيء كاين ما يتقال دابا لا انت قلتي لنا نهضروا على الماتشات ديال الجمعه واليوم راحنا شنو الاربعاء اليوم الثلاث انا ما بقيتش عاقل على هادي ديال ديزاجور ديال اف 5 كمعلم توقد معايا انا عندي اف 5 بعيده عليا قبل غادي نبداو بدوري ابطال افريقيا السيدات حامل لقب او حاملات لقب فريق الشمالكي هزيمه مفاجئه في مباراه يوم امس خسروا بجوج لواحد امام بطلات غانا افتتاح المجموعه ديالهم اول ماتش عندهم كيكون الهزيمه ديال الفريق الجيش الملكي بورتون كانوا متقدمين في لو سكور وفينالمون كيخسروا هذا الماتش هذا واش زون سوز استيمي لعيبه ديال منتخب غانا ملي ماركو البروميير بوت قالوا بانه انا جو بونس سكرنا الماتش الماتش اللي لعبوا يمكن الاخر مع لا سيليكسيون كان مازال عنده اثر على اللاعبات من الناحيه البدنيه أغاتخابي جو بونس كو اللاعبات ديال الجيش هما حاملات اللقب وكيقدموا مستويات كبار لوساتور ديال ليكيب ناسيونال وملفون على انهم يديروا نتائج كبار وانا تايق فيهم ان شاء الله على انهم يقدروا يرجعوا يقدروا يمشيو بعيد في هذه المنافسه ان شاء الله. لاطاش اصبحت اكثر صعوبه بعد التعادل في مباراه الافتتاحي عز الدين الجيش الملكي نورمالمون كانوا فافوري باش يربحوا فاسيلمون سوي ماتش مي ما عرفش شنو وقع البنات لا ما وقعش ما عرفش شنو وقع لهم ما كانش فاسيلمون سامح لي ليكيب ادفيرس تلعب مزيان مو افيكتيمون الجيش الملكي هما اللي ماركاو الاولى وانا ني ترو دو فوت بزاف ديال لي فوت لاك سنترال الجيش الملكي البارحه ودار دي فوت نو يافي ترو دو فوت بزاف ديال لي فوت و جميل الله بحال اللي خصهم يهبطوا الارض شويه خصهم يعاودوا يهبطوا الارض شويه يهبطوا الارض شويه ويعاودوا يبداو الخدمه بحال اللي كانوا خدامين من الاول ماشي غير بنيات الجيش بنيات الجيش بنيات ديال الفريق الوطني وديك الشيء حتى هما دازوا فواحد الهايب ديال الشهره وديال هادي وديال هادي فهمتيني دونك دابا خصهم يوليو الخدمه ديال بصح خاص الكره المغربيه تاعنا ديال البنات تنتقل لواحد الطريقه ديال اللعب بحال ديال الرجال بحال ديال الاولاد وهذه راه واحد المرحله صعيبه و تري ديفيسيل اكومبليغ دونك انا شفتهم البارح تيلعبوا الفرقه الاخرى ما سهلاش شتي البيت الاول ما ثاني ولكن قبل ما يبدا الماتش قبل ما ينطلق الماتش قبل ما يبدا الماتش كندوي على لي فاركو كندوي على لو ساتور ديال لا سيليكسيون اللي مشات دوزيام تور في لا كوب دي موند لي شامبيون دافريك كندوي على حاملات اللقب دوري ابطال افريقيا للسيدات نورمالمون سكي تي لوجيك اون لي فاركو البارح اسمعني لوجيكمون كاين لا لوجيك وانني في الفوتبول فيمينا بعد النوبات هادو اللي تيلعبوا هاد الماتشات هادو ديال هاد لي تورنوا بحال هكا تيكونوا متقاربين بزاف هادوك اللي تيلعبوا مزيان تيكونوا متقاربين وشي وحدين بعاد شي شويه تيكونوا تكاليفيا هادي ياخذوا 3-0 4-0 بعد النوبات وانا هادوك اللي مقاربين راهم مقاربين هذيك الفرقه البارح كانت مقاربه وسوليد فيزيكمون سيتي تري سوليد فيزيكمون ما عرفتوش تفرجوا في الماتش كامل اما لا مي سيتي اون بليس البيت الثاني اللي تماركا علينا راك شفتو كيفاش تماركا دونك سي تري كومبليكي لا سي بيان جو بعد ما متاخد واحد من قوسين واحد التصفيقه باش تفيق مزيان الواحد يفيق شي شويه وي لا هما ولا الفريق الوطني
لا هما لا الفريق الوطني باسكو حتى ديك انا مع اللي ما عمري ما فهمت وما سميتو واش باسكو داز تحسيم السيد غادري لونترينور ديال ليكيب ناسيونال اللي دار لكم دي مون شاف حالو قليل فاش واحد التبدال ديال لونترينور تيدوز بواحد الهدنه بحال هكا تان تان مشى جبنا الاخر جا دخل مشى علاش مشى الاخر واش ناد ما دارش النتائج واش كان ضعيف واش وقع شي مشكل واش كان شي حاجه ما عرفناش شنو تان تان الله ينيك الله ينينا جابوا واحد اخر جديد دس واحد سميتو سهات انا انا بعدا ما نكذبش عليك انا ملي سمعت بيدروس بدلو تفاجات ما فهمتش علاش باش بغيتو يبقى انا ما عندي اللي بغى يمشي يمشي واللي بغى يجلس يجلس غير اوموا يبصروا لنا علاش وخوا علاش مشى بيدروس باسكو النتائج ما دارهمش واش وصل للحد نتاعو ما بقى له ما يعطي فهمتيني كيفاش هذا هو ملي تكون ملي تنبدلو ان انترينور بون فوالا هادشي اللي حتى هو داكور احنا نتمنوا انه بيان سور تكون هاد التعثر اللي غيزيد يبوستي لو جروب رفيق البنات نتمنوا تكون اون كلاك بالنسبه للبنات باش يعاودوا يردوا يماريو يديروا تما اف 5 لانه هو كانوا دي زيكزامبل ديال السيليكسيون ديال الفرق اللي خسروا بروميير ماتش ديالهم ديال لو جروب وربحوا لي كومبيتيسيون غير الارجنتين ديرنييرمون في لاكوب دي موند قطر خسروا ماتش مع السعوديه اسبانيا في لاكوب دي موند 2010 كانوا خسروا ماتش الاول وربحوا بيان ايفيدامون لاكوب دي موند نتمنى الجيش يتعاودوا يربحوا سورتو البروشان ماتش ولافونتاج اللي عند الجيش ولا ماشي لافونتاج مي لحسن الحظ ديال الجيش الملكي انه لي زادفيرسير ديالهم في الجروب تعادلوا داروا ماتش نول Du coup, ma quinze différence de points, ma bien le premier au Farik Lishmaki, il y a trois points, donc un point chacun. Amim Darkoa, il y a trois points, Farik Al-Ghani, au Batal. Ghana, on a regardé le match de la Sporting. Sporting, oui, bien sûr. C'est un match, le résultat est agi dans Sporting. C'est un match, oui, bien sûr. On a regardé le match, 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 شاركوا معنا مستمعي كرام في الجو ديالنا شافوتو على رقم 35 تماري سلوسة درام تي تي سي صفتنا كلمة شافوتو على رقم 35 تماري سلوسة درام تي تي سي CHA2FOTEAUX على رقم 35 تماري سلوسة درام تي تي سي وحاولوا تفوزوا معنا بأن بوندا شقة سيمة شراء ديال 500 درام باش تربحوا قضية سهلة جدا نسمعكم إكستخي ديال بوت خاصكم تعرفوا شكون اللي ماركة هذا البيت غادي نعاونوكم غادي نساعدوكم ونعطيكم كاع لي زانديس الممكنة باش تفوزوا بأن بون داشا ديال 500 درهم. بيت ديال اليوم بالتعليق صديقنا محمد أمين حامد. كرة عند الحاج لا الكرة متولي متولي والحاج جات في سير نومر متولي عنده كرة كرة عند علي كروشي دخل علي كروشي عادل عادل عياض ما خلاش علي يسكر الله فوالا ما بقى والو للذكرى ما بقى والو للذكرى لانه في ديسمبر تلعبت لا كوب دي موند دي كلوب وفي ديسمبر تلعبت لا فينال كونتر لو بايرن دو ميونيك كيل كوب دي موند هيستوريك ميموريبل لا كوب دي موند بيان سور ليكسبلوا اللي كان داروا فريق الرجاء الرياضي انا ذاك بروميير انديس حمزه كان في لو جروب غادي نرجعوا لهذا هاد لا كوب دي موند دي كلوب بيان ايفيدامون لانه هاد ديسمبر غتكمل 10 سنين اي 10 سنين على هذاك ليكسبلوا غنحاولوا نديروا حلقه خاصه على هذاك لا فينال هذيك لا كوب دي موند اون فاي سي دانفيتي لو ماكسيموم بوسيبل دو سيت جينيراسيون اللي كانت انا ذاك واللي حققت هاد ليكسبلوا لكن حنا اليوم كنقلبوا على البيت جا في الماتش الاول تاع في اكادير وصافي الدراري صيفطوا لنا شافوطو وصافي الدراري صيفطوا لنا شافوطو على رقم 35 تماري سلوسه درام تي تي سي الماتش ديال صيفط العاقه الرجاء باقا وي مورا هذا الماتش خرجت صيفط العاقه الرجاء باقا وي
صفتنا شافوتو على رقم 538 رسالة وستدرام تي تي سي وحد موفق للجميع. مسابقة شافوتو. شوفو هو شافوتو. رجعنا للمنافسات كرة قدم النسوية ومنافسات عصبة الأبطال الإفريقية للسيدات. واش ما سني با اون اكسكوز، ولكن واش ميم لو كليما ما أثرش على البنات ديال ليفار في الماتش ديال البارح؟ لو طو دوميديتي اللي كان طالع بزاف، البنات بداو مزيان، مي بورتو بداو مزيان البنات ديال ليفار، ولكن مع مرور الدقائق مع الريتم وكيهبط ديال ليفار، حتى النيفو بدا كيهبط ديال ليفار. لا قلت يا كريم في الاول، قلت لك يمكن هاد لي ماتش هادو اللي لعبوا ديال لاداد فيفا كان عندهم عدم تأثير على تأثير، لأن يمكن الفريق الخصم ما كانش عنده عدد كبير من اللاعبات الدوليات، وحنا كنعرفوا الوساطور ديال ليكيب ناسيونال ديالنا كلها مكونه من اللاعبات ديال الجيش الملكي. دونك جو بونس يمكن يكون قدر يكون عامل اخويا كريم هذاك، ولاني ما مشي اكسكيوز هذه باش ما تمشيش وتحافظ على اللقب ديالك. ما قلت لك كنتمنى كيف ما قلتي تكون من بنك لاك خداوه في الاول باش ان شاء الله يمشيو في الدوري مزيان. شي فاقو شويه فاقو شويه. البيت الثاني راه تمارك عليك على ضد راسك، ماشي زعما كانت نغيله هي اللي ماركات على راسك. سي بيان دوماج، سي بيان دوماج بوغ لي فان. نتمنى لهم بيان سور يعاودوا يتموتيفاو. غدا عز دي سبورتينغ، سبورتينغ الدار البيضاء في هذه المغامره الجميله جدا في عصبه الابطال الافريقي كره القدم. الماتش الاول الماتش الاول واحد لواحد، الماتش الاول مع اتلتيكو ابيدجان. غدا عندهم ماميلودي سانداونز ان دي فافوري، هو لي فار دائما فافوري باش يربحوا على الشامبيونز ليغ. ماموريه صعيبه بزاف امام سبورتينغ الدار البيضاء، مي بوغ لو سبورتينغ اونيتمون كيل كو سوا لي ريزولتا ديال الفرقه في هذه لا تشامبيونز ليغ كيبقى بحد ذاته انه فريق تقدر تعطيهم ثقه هذا الماتش هذا كريم. وي لا كندوك على سبورتينغ لانه فريق زعما حديث العهد، ماشي فريق قديم. الاجتهادات ديال دي جون كيزون كري سو كلوب اللي كيحاولوا انهم يضاربوا بوغ افواغ دي سبونسور باش يتعاونوا باش يعاونوا الفرقه. تري ستركتوري فريق سبورتينغ الدار البيضاء. جو بونس بان عز الدين كيل كو سوا لي ريزولتا ديال سبورتينغ في هاد لا تشامبيونز ليغ، ما هذه الا بدايه ديال الفريق اللي يقدر يقول الكلمه ديالو، وسورتو انه ينافس فريق الجيش الملكي من اجل البطوله وكاس العرش، لانه فريق الجيش الملكي كره القدم السيدات دائما ما يهيمن على هاد المنافستين. شوف كريم، كل فرقه الي اون مود دابرونتيساج، لا الجيش الملكي ولا ليطوال. ليطوال الي اون مود دابرونتيساج بهاد البطولات، وقالت تتعلم وبشويه عليها، و النتيجه اللي دات الاولاد زعما محترمه بزاف. سبورتينغ ماشي ليطوال، سبورتينغ وديك الشيء زعما اللي فواحد لابرونتيساج ديال هاد لي كوب. ديك الشيء الجيش الملكي سي اوتر شوز، اللي لابرونتيساج ديال الشهره ولا ميدياتيزاسيون، الراديوات، التلفازات، الاشهارات، هادشي كله هادشي جديد عند هاد البنات ديال الجيش الملكي وديال الفريق الوطني. اللي خصهم شي وحدين يكونوا مقابلينهم حتى هما باش هادشي اللي جديد اللي ما كانش، ودابا طاح عليهم هادشي كله بدقه واحده. ابخي لا كوب دافريك الكبير سميتو، ابخي لا كوب دافريك نتاعهم ديال لي كلوب. زعما كل فرقه عندها واحد لابرونتيساج. هادي السبورتينغ الابرون في هاد الدوري هذا، وهاد الفرقه تتكون، والفرقه ماشيه لهاد واحد الدوري بحال هذا، دونك سي ان ابرونتيساج بالنسبه ليها. والاخرين خصهم لابرونتيساج ديال الشهره، خصهم يقابلوهم، خصهم يهضروا معاهم، باسكو راه صاغت بنات هما دي زيتر هومان، وهذا شي تيتصور معاهم، شي تيقول لهم شي نيونا، شي تيمشي معاهم، شي تيعيطوا لهم الاشهار، شي هذا تلفوهم على الكره نتاعهم واقيلا طردا. ونتمنى بلي ما يكونش هذا الشيء هو السبب الكبير، ولكن كون ميم رحنا شفنا ميم نوز انترناسيونو ديال ليكيب ناسيونال راه من لاكوب دي موند دابا وليت تشوف التصاور نتاعهم باختو، ولكن هذوك مارسين شي شويه بعد هذا الشيء، عارفين شنو هي الشهره، عارفين شنو هي الفرق الكبار، ها تشيلسي، ها اتلتيكو مدريد سميتو سي في، ها كل واحد باريس سان جيرمان، موالفين هادشي الاشهارات، موالفين هادشي ديال، ولكن هادشي هاد الناس ديال الجيش الملكي ولاو تيلعبوا في ليكيب ناسيونال جا عليهم هادشي بدقه واحده. هذه ثلاث سنين اون ريال ما كناش تنعرفوهم كاع، ما تنعرفوهمش. هذه راه المشاركه الثالثه ديال الدريات هادو ديال الجيش الملكي في هذه النسخه هذه. وين واخا تكون
واني هاد النسخه هذه هاد النسخه هذه جديده لهم ان ابرونتيساج دو فيديتاريا زايد عندهم لا فيديتاريا مازال تقدر تكون صعيبه تقدر تكون صعيبه على سبورتينغ لا لا سبورتينغ مازال في لو جو سبورتينغ مازال في اللعب الا تتعلم حوايج جداد في ميدان كره القدم غير كره القدم الجيش الملكي راه ماشي بكره القدم اللي خصها تتعلم خصها تتعلم كيفاش كيفاش ميدان تولي مشهور كيفاش تدمج مع هذه الشهره ومع هذا الشيء كله انا تنظن بلا الشهره راه تتلعب واحد الدور كبير يمكن لا تخرجك على السطر انا نقولها لك الواحد تيكون مشهور تيلعب مع ليكيب ناسيونال تجي لا غدا ما تلعبوش اون تيتولير مع ليكيب نتاعو راه بشي شكل بلا ما نقول شي سميات اللي كانوا تيلعبوا وما لعبوهمش من بعد عاودوا ولاو تيلعبوا عاد ما بقاوش يلعبوا نعم سي كومبليكي دونك خاص شي واحد اللي تيكون ماشي مع هاد مع هاد هاد الفرقه هادي ويعرف كيفاش يوصلهم وكيفاش يستعملوا هاد هادشي كله هاد لابريس هاد لي ميديا هاد الشهره هاد هادشي كله اشوف واحد وحده تدير الاشهار بالنسبه للفار بالنسبه للفار كنهضروا على الشهره بالنسبه للي فرحنا كندوا على الشهره وكندوا على الاكسبلو ديال ليكيب ناسيونال في لاكوب دي موند ما جاتكمش بيزار انه البنات ما جاهمش عرض بزاف الاحتراف بالنسبه للمستويات بالنسبه للمستويات اللي قدموا خويا كريم دازو ديجين شوف لاكوب دي موند من غير غزلان شباك ما كانش كيبان ليا شي واحد اللي كان كيستاهل منا باش دزنا لا فهمني كأداء فردي زنا بان جروب بان جروب زنا بلو جروب عنده الحق كأداء فردي ما بانش لي من غير غزلان ما بانش لي أنا اللي لما تحدث فيهم السهل تحسن وغزلان العائق اللي كان هو ديال لاج احنا كان عارفوه لاج غزلان اللي كانت غت غزلان اللي كانت غتحترف كانت غتمشي للدوريات الخليجية احنا كنا كنقولوا اللهم نستفدوا منها هنايا بالنسبة لكم تلعبة في منتخب محلية ما تستحق لأن أحسن لعبة عندنا كانت كتدير أدوار دفاعية وما بانش هجوميا مزيان هي فاطمة التاكناوت إلى جانب غياب ديال المسودي اللي هي أحسن صانعة ألعاب عاد اكتشفنا سميتها أماني وي تاهي دوزات كوب دي موند زوينه صبري وهادو ديجا كانوا كاين شي وحدين كيلعبوا فراقي برا خويا كريم حنا كندويو على اللي عندنا هنايا وبغيناو محتارف محتارفو بيان سور ميرسي بوكو ساره مجاهد وسي كي سوي دو بخي لو فوتبول فيمينا اللي قالت ليا من بين المشاكل ديال لي فار وانا والبنات ما تجمعوا لو جروب ما تجمع حتى كانوا غادي مسافرين لانه كان داخلين كونسونطراسيون مع ليكيب ناسيونال فوالا انت رجعتي شنو وي ليكيب ناسيونال افونتو مي مارش سي با لا هذه ماشي مبرر لا مبرر اسمح ماشي مبرر حيت سي هو خصو يخدم لا تاكتيك ديالو خصو يخدم يدير فيزيوناج مع البنات مع لي زادفيرسير يشوف كومون يفا جوا لي ماتش ماشي تا هو زعط اي جروب تنهار الماتش وتقول لي سير جيب تشامبيونز ليغ ما يمكنش شوف ماشي تاع النهار الماتش واني شحال تيمشيو مع ليكيب ناسيونال سته ما سبعه كاينين مع ليكيب ناسيونال ديجا سي لوساتور راه كلهم تقريبا مع ليكيب ناسيونال دونك تي دي فوا عليهم واحد جوج ما ثلاثه با بلوس وهذا من الوجه اللي كاين زعما انا بالنسبه لي راه تيسهلوا له الا كان المدرب ديال ليكيب ناسيونال زعما تيلعب بواحد الطريقه اللي هذه سهل واقيلا الخدمه تاع لونترينور ديال الجيش الملكي هذه سهل له الخدمه des entraînements en plus ما نعرفش تمام وانت نظن ماشي هذا هو ماشي هذه الحاجه المهمه بالنسبه لي انا سنسلم ماشي ما كانوش اسي موتيفي هادشي اللي كاين بان لي انا ما كانوش اسي موتيفي باش يمشيو يربحوا هذا الماتش هذا وصافي شو باش تلعب الكره خصك تكون جيعان كما تيقولوا صحابي البوكس وصحابي الكره وديك الشيء متى تولي شبعان ما تتلعبش مزيان هادي اللي فرش بالي ناقش شي شويه نعم بعد اللي فار شبعوا لا ما شبعوا ماشي شبعوا مي سي ان فاسون دو بارلي فهمتيني هادي غير كلمات نستعملوهم في ملي تربح الالقاب بزاف وتمشي تلعب هنا وتربح هادي وتمشي لاكوب دي موند راه بعد نوبه تيقوى عليك بزاف ديال الحوايج فهمتيني يا كريم خاصك تعرف تميتريز هادشي كله وهادشي كله تسيرو في الحياه نتاعك الشخصيه ديال كل نهار وديال ان جروب ديال ان جروب دون ايكيب اوسي راه سي تري كومبليكي راه ماشي سهله بيان سور صعيبه بزاف اخا الشبعان واحد الكلمه فهمتيني بين قوسين انت الناس يفهموا ميرسي توجور ساره اللي قلنا 10 البنات كانوا مع ليكيب ا بلوس دوتر جوز اللي كانوا مع لي زوتر كاتيجوري ديال ليكيب ناسيونال دونك هذه هو بي من بريبارا جو سي با فاسي اشهاري
موجز الرياضي ورجع معكم مستمعي كرام برنامجكم علامة مارس. يقدم لكم مباشرة من مارس البرنامج اللي كتعيشوا فيه مباشرة جميع مباريات البطولة الاحترافية، البطولة في قسمها الثاني، بطولة الهوات، مباريات الدوريات الأوروبية بحيلة لك توب تيران. تابعوا مباشرة من مارس مع كوتي سبور كل سبت وحد من جوج لستات العشية على راديو مارس. مباشرة من مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. مباريات البوندسليغا الألمانية على راديو مارس، ننقل لكم كل سبت على الساعة 5:30 مباشرة أقوى المباريات عن الدوري الألماني بشراكة مع مؤسسة دوتش فيلي. موسم يعد بالإثارة والتشويق، بروسيا دورتموند، لايفزيتش وباير ليفركوزن يسعون لوقف سيطرة باير ميونخ ونجومه على اللقب. متعة البوندسليغا ننقلها لكم كل سبت حصريا على راديو مارس ومؤسسة دوتش فيلي. الرياضية. أهلا بكم، عقد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة يوم الخميس المقبل بداية الساعة 11 صباحا للإعلان عن قائمة اللاعبين التي توجه لهم الدعوة لدخول التجمع الإعدادي لغد يخوض النخبة الوطنية بداية من يوم الاثنين 13 نوفمبر. طرقت أمس تدريب فريق الوداد الرياضي بمركب بن جلون استعدادا لمواجهة ماميلودي سانداونز لحساب إياب نهائي الدوري الإفريقي مرتقبة يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب لوفتوز فيرسفيلد ببريتوريا انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. وعلاقة بفريق الوداد الرياضي كشف أنيس شاقو طبيب الفريق أمس في تصريح خاص به راديو مارس أن منتصر لحتيمي أصيب بكدمة قوية على مستوى الرجل لكنه لا يعاني من كسر بعد الخضوع للرنين المغناطيسي. وأضاف شاقو أن حدود مشاركة المهاجم في مباراة الإياب أمام الفريق الجنوب أفريقي تبقى قليلة لكنهم غادي يقدموا كل ما بجهتهم ليكون جاهزا. في الختام وفي منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم فاز فريق رجاء الرياضي أمس على ضيف الفتح الرباطي بثنائية نظيفة برسم الجولة 8 والإجراءات على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء. الأخبار الرياضية.
في خنادق الحنية يزم الرياح شتر حر ويخلي حدا ماتش تشامبيونز ليغ مع ماتش ميلان سيد بي جي نهار 3 ماتس الليل على راديو مارس كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضه اهلا سي كمال اهلا اهلا طعطع نوصلك معايا الله يحفظك القنطره الاولى ثاني حطني على اليسار ديني القيسر وحطني على اليسار واخويا نقيمي ما بغيتيش تبدل شتي كامل نخدم الراجل ولقيتيني من الصباح وانا مدار معاه واقيلا ندي عند المعلم شتي راديو مارس كامل بقات كتشد ليا هادي شي 3 ايام هادي دخل سيت راديو مارس بوما ولا بغيتي تفرج دخل للشين يوتيوب راديو مارس ولا فيسبوك ولا تويتش ايوا اخبار الرياضه كامله عندك كيزيتك هي 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 سمعونا وشوفونا فين ما كنتو وحتى في الدور اللي ما كيوصلهاش الراديو مقدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة ام دي جي اس نربحوا الرياضة رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:10 دقائق دائما في استماع الراديو مارس عميق من الرياضة والموسيقى وبرنامجكم العلماء دمارس قبل ما نمشيو على منافسة البطولة الاحترافية نذكر مستمعين ديالنا الكرام بأنه يوم الخميس المقبل إن شاء الله غيعقد السيد وليد الركراكي الناخب الوطني ندوة صحفية بمركب محمد دساس لكرة القدم على 11 الصباح للإعلان عن قائمة اللاعبين اللي غيكونوا ولا توجه لهم الدعوة باش يكونوا في التجمع الإعدادي واللي غتخوضوا النخبة الوطنية بداية من يوم 2-13 نوفمبر المقبل إن شاء الله دونك ستاج دو بريباراسيون ديكيب ناسيونال دات فيفا ونتمنى واحد موفق ليكيب ناسيونال مي شامبيون غاتبقى في دو سيمين انكور دو بلوس نلعبوا هاد لا جورني لا 9 جورني بعدا نوقفوا الشامبيون عاوتاني بيان سور بحكم انه كاين لا دات فيفا خبر اخر قبل ما نمشيو على منافسه البطوله الاحترافيه
بعثة فريق الوداد الرياضي إن شاء الله غتوجه صوب جنوب إفريقيا غدا إن شاء الله باش يستعدوا ويواجهوا فريق ماميلودي سان داونز إن شاء الله الفينال غتور دافريكان فوتبول ليك. بعثة غيترأسها سي عبد المجيد البرناكي نائب الأول لرئيس فريق الوداد الرياضي وليكون رئيس بعثة فريق الأحمر لصوب جنوب إفريقيا. ديبلاسمون طويل مي والفول لأهل الوداد كل عام خصهم يمشيو جنوب إفريقيا باش يواجهو ماميلودي سان داونز. دونك با ديفيت سيربريز علاقة طيبة جدا ما بين الوداد وماميلودي سان داونز ومركدوز مزيان الحمد لله في ديبلاسمون لافريك دو سود. الحمد لله كاين متسع من الوقت باش لاعبين يحضروا مزيان المقابلة ويدخلوا في الأجواء ديال النهائي. كنتمنى لهم حظ موفق اخويا عز الدين. عزدين شحال الميكرو عزدين؟ هاني معك هاني معك ايوا راه عرفتي شنو باش من شو انا اللي كون قدرت نجمع واحد لي بتيت فيديو صغيورين كنت سي رمزي يسيبطو لو دي بتيت فيديو غير ديال المنابر ديال المصريين والتونسيين والجزائريين اش تيقولوا على الوداد. عرفتي شنو راه تموت بالضحك زعما الوداد فقساتهم فقسوهم لا ما يستحقوش ماشي هما. واحد يقولك لا انا بغيت سان داونز هي تتلعب وكل شيء ضد الوداد لا عرفتي شنو ما لا حول ولا بقيت تنشوف تنموت بالضحك زعما يمكن يديروا واحد البتي كوندونسي الفيديو ونهار شي دو جوا مول ماتش مال فيديو ماتش ماشي حاجه يقول لهم اسمعوا اسمعوا اش تيقولوا عليكم هذا هادور ما بغاوكمش توصلوا لهنا ووريوهم بالله انتم اللي ديتيوها فريمون. راه تي راه بقيت تنشوف داكشي تنقول ما يمكنش اصاحبي زعما شنو هاد الفرقه هادي واش ما لعباتش مزيان الوداد واش ما تستحقش واش ضربي تعطاهم داكشي اللي ما خصهمش يعطيوهم. نعم ما حدهم وصلوا لفينا يستاهلوا لا زعما انت تسمع هادو تهضروا وهاديك شي خيالي يا صاحبي خيالي تقول واش شفنا ماتش بحال واش غير فيهم بحال تيقولوا النصارى نقولوا احنا فيهم لو سوم فهمتيني هذيك شي بخيالي والله لا خير تنشوف ديك شي وتنضحك تنقول واش ماشي حشومه عليكم واش ما حشومهش عليكم تقولوا هذا الشيء هذا لا تي شنو اصاحبي ما فهمتش ومصاب مصاب يا رضات الوالدين تجيب لا فيكتوار من تما وتجيو وديك الساعه نشوفهم عاوتاني يقولوا ضربت لي قود هذا الماتش ضربت لي قود هذا الماتش هو جون جاك غومبوندالا وما لا يعرف غومبوندالا 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 من لا ار دي سي عنده سوابق مع الانديه المغربيه اياك ما خربقها شي نوبه هذا ديجا مخربقه وي من خلص راسنا هادشي اخويا كان تراري ما سوقنش شي تكونسونطرا على الماتش غير هو زعما حنا ما تكونسونطراوش معاه باش ما نبقاوش نلقاو دي زيكسكوز برا الكره صبر غير وندالا اونيتمون ديجا مخربقه معانا مي سي لو سول اربيتر لايكو في لا كوب دي موند دي كلوب لو كونتينو دونك ايوا نتمنوا بلي راه اربيتر مزيان الله يسهل انا سمعت الله يعاونو الله يوفق ديجا الاربيتراج ما دارش شي حاجه في هذا الافريك ولا مزيان دار نيرمون لا في سورتو في التورنوا هادي وي ولا انا اربيتراج مزيان حتى في الشامبيونز ليغ ولا اربيتراج مزيان واخا هكا كيبقاو دي زيكسيبسيون ولكن انا سمعت واحد لو شيفر اخويا سمعت واحد لو شيفر وشوف غادي نعطي لكم اون ميم طون من كنت نتكلم قلب شوف واش هو هذاك 326 مليون ديال الناس اللي تفرجوا في الماتش ديال ماميلودي ديال الوداد مع ماميلودي سان داونز شحال 326 مليون 326 مليون وي وي اييه انا قريت هذا الرقم هذايا في الانترنت ما عرفتش واش معلومه صحيحه نو قريت انا البارحه بابي ما عرفتش واش معلومه صحيحه ولا حيت الا كان صحيح ونتمنوا يكون صحيح وتنظن بالله هذه يكون بزاف 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 كاع في المغرب يكون نجيو نحسبوا غير المغرب المغرب تلقى واحد 20 مليون تفرجوا مينيموم دونك سكي في كو ميتا تشوف كلشي تيتفرج فيك لا لي زاربيت ما بقاش عندهم دابا يبقى يخربقهم ما يمكنلوش يبقى يخربق واش هادي خربق قدم 30 مليون الناس 300 مليون الناس ما يمكنش
هادشي اللي ولا مش حال هذه كان تدخل تقول لك حقا السلوكات ديال الضو ديال الكاميرا ما بقاوش خدامين عقلتي يا حمزه اي اي فهمتيني تيقول لك لا الماتش ما منقولش مي دابا ما يمكن لهم هما كانوا كيحبسوا لا ديفوزيون ديال الماتش هما باش يديروا ما بغاو في الماتش ما كنتي في نيجيريا مشينا نلعبوا في نيجيريا نيجيريا طرات لينا مع الرجاء مع حوريه كوناكري حتى هي كيحبسوا كيحبسوا الماتش ما كيدوزوش لدرجه ان حتى داك سورتو في التوب بريليمينار لانه حتى الخليه الاعلاميه اللي كتكون غاده معاك وباغي تغطي الماتش كيحيدوا لهم التليفونات كيحيدوا لهم الماتيريال كلشي راك سمعتي بوتوزاز مع محمد امين وي وي تيقول له غوت انت غوت انت داكو ماتش داز في 86 قناه عالميه الفينال ديال الافريكان فوتبول ليغ قبل كبير ومتابعه كبيره كانت هذه المباراه بين ايفيدامون تقريبا 356 مليون مشاهد لهذا المباراه كيبقى رقم محترم جدا محترم وحتى الفريق بجوج للوداد لاسانداونز عطاو اشاعه كبيره وعطاو اون تري بون ريبيوتاسيون على الفوتبول الافريكان ودايور البوبليك تاع هو يا وي بيان سور والجمهور لعب لايف كازا والحديث على جمهور مامادي سانداونز في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات الرسميه ديالو دخل فابور مره اخرى للاعبين التوان ديال سانداونز يدخل فابور دخل فابور ديما كيدير يلاه قريتها دخل فابور قريتها في لو سيت اوفيسيال ديالهم دخل فابور وي نتمنى واحد الموافقه حنا الوداد الموضوع والماتش نرجعوا ليه ان شاء الله في حلقتنا المقبله كيقبل سمعني كريم نعم التكتيك زوينه هذه بان تكتيك الا لبستي المايو تدخل بلا فلوس تتمشي للمكازان تاعهم تشري المايو ب 20 اورو ما 30 اورو وتصدق داخل ب 30 اورو فهمتيني مزيان ومن طون تدير الاشهار لفرختك راه اللعبه جهنميه هذه زوينه وي فهمتيني فهمتي شنو بغيت هي ما خداماش عندنا ما خداماش لا لا تي شنو راه الوطا تخدم عندنا زعما على حساب الدوني اوفيسيال تكون اوفيسيال فهمتيني الفرقه ما وتكون عرفتي اوفيسيال الفرقه ما غتدخل والو هنا غادي نمشيو للجو ديالنا باش ما تعطلوش لو جو شافوتو مسابقه شافوتو شوفو هو شافوتو شاركوا على مستمعي كرا في لو جو شافوتو صيفطوا لنا كلمات شافوتو على رقم 50 30 تمارس على وسط الدرهم تي تي سي سي اش ا 2 اف او تي او ا يو اكس على رقم 50 30 تمارس على وسط الدرهم تي تي سي اون فو بروبوزي ان بوت خصكم تعرفوا تو سامبلومون شكون اللي ماركا هذا البيت هذا على اساس ان شاء الله في اخر حلقه اليوم بقى ولد لو تيغاج او سور دايور واحد اولا وحده فيكم غيربح معنا بونداشا ديال 500 درهم سمعوا البيت ديال حلقه اليوم كره عند الحاج خلى الكره ما تولي ما تولي والحاج جات بس في المومن ما تولي عنده كره الكره عادي كروشي دخل عادي كروشي عادل عادل عيا ما خلاش غادي يسكور الله فوالا جمله تكتيكيه رائعه دقائق الاخر في الاخر ديال الماتش كاين جو ديريكت ولا شي حاجه باش بديتي بالجوار وداير هذا هو اللي بغيت نثبت للريال مدريد انا واحد الوقيته كاين واحد انيكدوت انا في الماتش لو لوندومان تنحيدو في العيا ديال ديك خاصاج والمنظرتي باقي ما تعرفناش بالسميات كل واحد كان يلا جا يلا جا يقولنا فيليسيتاسيون كي المدرب ولا ويلا جا سي عز الدين يلا جا فيليسيتاسيون جاو دا اللقب ومشى جا وخدا سميتو ومشى بحالو اي سي با ايفيدون سي با ايفيدون وكل شيء ولا سي با ايفيدون ماشي مشكله سي عز الدين المهم خلينا في الموضوع ديالنا خلينا في الموضوع ديالنا يلا صافي كيدوي معنا في واحد التيران صغيور تمايا في لوطيل كنديرو ديك خاصاج فيه فيليسيتاسيون واحد شويه الربيع حمزه قول الحق لا لا ما كاينش الربيع لا سي عز الدين واحد التيران ديال واحد التيران ديال الميني فوت واحد التيران ديال الميني فوت كان وصلوا كنت معاكم تما كنت جالس تما كنت تدربوا في واحد القنيت على اليمن واحد التيران ديال الميني فوت صغيور يا بيدوي يا باش خليه يدوي ما نخليهش والو لا لا بصحتك يا بابي كمل نزرتي تيقول لنا فيليستاسيون لي كاع ماتش كبير تبارك الله عليكم وكيدوي معنا بحال هكا وستيسيمو واقف من اللور والحاج والحاج قاهر الدروكبا تقرب قاهر ايطو تلقى
قرب يسالي ويقول اتوندي اتوندي كوتش قال لي طوب بارلي قال لي سي مومون طيب دقيقه 120 ضربه بزرتي ويطيح على رجليتي على ركبتي ضحك ما فيليسيتاي زعما لا ما دواش معاه اتوندي قال لي اتوندي قال لي بون تو با بارلي سيمو قال لي اول حاجه مونتي بدقيقه 120 قال لي انا بحالك تحيه كبيره سيمو اول حاجه اللي دايوغ نحاولوا انه يكون معانا ويسي في الذكرى ديال 10 سنين 10 سنين على لا فينال ديال لا كوب دي موند جوستومون هاد البيت فاكا في بروميي ماتش ماتش دوفيرتور ديال لا كوب دي موند اللي كانت في المغرب واللي من خلالها فاز الرجاء على اوكلاند سيتي بجوج الواحد كنظن بينكم عرفتوا شكون اللي مارك البيت سهلة قضية صفقنا شافوتو على رقم 53 تباريس الوسط درام تي تي سي واحد موفق للجميع مسابقة شافوتو شوفو هو شافوتو شندو شوية المنافسة ديال البطولة الاحترافية المباريات نهاية الأسبوع نذكركم النتائج تعادل في افتتاح الجولة جوج جوج ما بين شباب السوان وشباب محمدية نهار السبت نهار الزمامرة تعلم على المغرب تطوني بواحد لواحد نهار تبركات تعلم حسنية بزارو زارو الجيش الملكي ربحوا يوسف ياس برشيد بربعة لواحد اتحاد طنجة تعادل مع المغرب الفاسي بجوج لجوج مودس وجدة تعادل مع أولمبيك أسفي بواحد لواحد والرجاء ربحوا الفتح البارح بجوج لزارو هادو ما نتائج ديال هاد الماتش في حين تروبورتا ماتش ما بين اتحاد الرياضي التركي والوداد الرياضي كثرة التعادلات تخوف مانك دو كومبيتيسيون مانك دو ريتم هو كانوا أهداف كانوا أهداف وي الفرق اللي استقبلوا ما استفدوش من الاستقبال ديال المباريات سورتو نهضرت بركان سورتو نهضرت ديما تنقولها كريم نهضرت بركان تضيع فرص من ذهب سورتو على انك ما تقدرش تنتصر في الملعب ديالها كريم حنا كنعرفوا لو بغيتي دي شامبيون او بغيتي تنافس على الشامبيون او موا ما خصكش تضيع ديال المونتات اللي في تيران ما عرفت شنو خصهم ما كنتمنى زعما يخرجوا من هذا بالنسبه لكان سؤال زعما وعزتين التساؤل في الامكانيات اخويا كريم انا اللي ما تفهمش ديال فريق ناس بركان عزتين هو فريق هذا العام تنافسي الفريق مرشح فوق العاده انه يفوز بلقب وماتش في تيرانك والتيران ما عامرش هذه نقطه مهمه هذه كاين وي هذه كاينه هذه كان الجمهور قليل بزاف ما عرفتش انا ما عرفتش علاش واش البرد واش ما عرفتش واش التذكره ماشي ماشي على بورتي ديال كلشي ما هذه كانت تيران ديما كيكون عامر عز الدين زعما بيزا وي انا لا انا تنظن بالله بحال اللي قال حمزه كان شويه البرد في ديك المنطقه في ديك الايامات هذيك راه كنا سمعنا هذه تكون العاصفه وهذه يكون الريح وهذه يكون ديك شيء بوتيت هادشي من ولاني بحال اللي قلتها كريم الفرقه مكلاسيه دوزيام وكانت بريمير واحد الوقيته ابخي 7 8 ديال الماتشات علاش ما وماتش زعما اللي خصهم يكونوا باسكو ملي تنشوفوا الكلاسمون ديال الحسنية تكادير كان خصهم يجيو باش يشجعوهم باش يحاولوا يبقاو في هذه المرتبه هذه وباش زعما ديك لا بريمير بلاص ياخذوها ديك لا بريمير بلاص صعبون انا تيبان لي بالله بعد النوبات كاين بزاف ديال التغييرات انا هادشي اللي تيبان لي في الفرقه ديال بركان ابوغ دو شانجي جوج ثلاثه جوج ثلاثه جوج ثلاثه اشاك وان نوبه البحري لعب نوبه ما لعبش نوبه لعب مهري نوبه ما تيلعبش كل نوبه واش تيدير ما كاينش استقرار بعد ولا بعد النوبات ما كاينش واحد الاستقرار اللي ديال واحد ال11 ديما يبقاو يلعبوا وزعما راهم مرتاحين ومع العلم السي عزدين راه عندهم تركيبه بشريه مهمه من احسن التركيبات اللي كاينه في الشامبيونه شنو على من تندوي على العرجون وكامارا والبحيري في الميليو تيران ولا لا لين ديال لا ديفونس راك عرفتوا شكون اللي فيها زيد لاطاك البحيري والمليوي والزغودي ما تقولوش لي الدراري راه كاينه شي حاجه انا جاني تيبدلوا عندك امكانيات ديال ليكيب ناسيونال السي عزدين اللي عندك امكانيات ديال ليكيب ناسيونال منتخب محلي عندك وراه عندك اكاديمي ما عندك حتى شي واحد في المغرب عندهم فرقه زعما ديال عندهم واحد بحال قال حمزه واحد التركيبه البشريه قويه بزاف ولاني ملي تنشوف بين ماتش وماتش ديما تيلعب شي وحدين كانوا شي وحدين ما كانوش مع تحيف واش لعب ديك خطره واش ما لعبش واش المهري لعب ديك خطره ما لعبش المليوي حتى هو انتيني البحري ما لعبش ديك الماتش اللي داز دونك بزاف ديال الكاميرا الكاميرا لعب كاميرا استابيليتي تاعي دونك بزاف ديال التغييرات اللي تنبقى انا بعد النوبات البحري ما لعبش واش بحيت لاعبين مع اكادير ما لعبوش
فهمتيني هادشي فريق الام ولا جاي يلعب بعدي فريق الام زعما وما نعرف فهمتيني جو سي با انا تنقول غير تنحط الاسئله هو اللي عنده هو اللي عنده لا ريبونس هو تيشوفو في لونطريمون هادشي ديما حنا تنقولها ولا اللاعبين بان لي مرتاحين بزاف ندير الكومباريزون ندير الكومباريزون مرتاحين بزاف مرتاحين فينانسيرمون مرتاحين الكومباريزون ما بين التشكيله ديال لعبات اللي لعبات هذا الويكاند امام حسين اكادير ولا لعبات كونتر الماس الوعد في البوطو الوعد ما تبدلش المساوي كان تحيف كان تحيف العسال ما كانش كان بلاصتو دايو بعدي ما كانش كان بلاصتو سمومي ما كانش لعب سمومي كامارا كان العرجون ولا بلوتو البحيري 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 ما كانش كان العرجون ياك هو البحيري ما كانش سكولي كان لعب خيري 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 توا ما كانش اللي لعب البارح ما كانش في الماتش كونتر الماس المرابط كان مهري كان والمليوي ما كانش دونك خمسه اللعابه خمسه ما بين الماتش ديال الماس والماتش ديال الحسنيه بزاف بزاف انا تنظن اي مدرب كيتمنى يكون عنده هاد الخيارات هادو ولا كتبدل شاك فوا خمسه اللعابه المهم انا قلتها لك انا لو بوين ديالك انت وبابي مفهوم ديال لا ستابيليتي على مستوى التركيبه البشريه سير حمزه سير لا فاجي فاجي بابا فاجي لا تنقول لك كاين لي غران زونترينور انا ما تفرجوا في الفرق الكبار واش ريال مدريد يخرج كارفاخال ويخرج البا ما البا ما معك سميتو هذاك ويبدل حارس المرمى ويزول الكروس ويزول كل شيء بدقه واحده ما يمكنش يزول فينيسيوس باش يرتحهم التورنوفر حيت لاعبين مع اوساسونا ما يمكنش وخصو يبرك عليك سيراتو وخصو يبرك عليك ولا تقصح على شي واحد ديك يحلى اي نو سا مارش با سي با بوسيبل انا ما تنظنش بلا التورنوفر هذا بعدا اللي خرجت سميه ديال التورنوفر عندنا في المغرب كان خصو شي عقوبه كبيره علاش والله خصو شي او هذه هي طريقه باش كيجري الجروب ديالو سي امين الكرمه عاوتاني السي عزدين ولا قارنا لا سمعني ولا قارنا عافاك اسمح لي السي كرمه انا ما تهضرش على السي كرمه دابا عزدين كرمه على هو اللي كيلعبوا مع السي عزدين هو اللي كيلعبوا هو اللي متحكم في الاشواء انت كتقول بانه ما كايناش ستابيليتي على المستوى التركيبه البشريه شكون اللي غادي نلوم وقيلا عنده دي بليسي وقيلا عنده دي ميفور وقيلا عنده الا قارنا الا قارنا لا فورماسيون العباس بركان مع الماز واللعبات منا معها قبل مع تيطوان وكان شونجمون لعب بلو ميم 11 يعني الظروف المقابله راه كان مغايره خويا كريم يعني ملي كتكون لعبه ليكستيريور ماشي لعبه ادوميسيل وي يمكن هو بغى يعتمد على خيارات هجوميه في الماتش ديالو كونتر بركان بون حنا باش كونتر الحسنيه واخا حنا باش نبقاوش بركان بزاف بركان علاش نقولوا حنا تيبقى تيبقى هو هو اللي مسؤول على هذا الشيء حنا غير حنا على حسب اللي تنشوفوا تنقولوا سو با دي كون غيزون ماشي ما عندنا الحق ما تيبان ملي تبدل خمسه بدقه واحده راه تتولي فرقه اخرى ما تبقاش بركان تتولي بركان واحده اخرى وي بيان سور تري بون اوبيراسيون باغ كونتر الحسنيه الحسنية خي بون بون جا خرجوا من الحسنية دابا يا فهد مشاكل إضرابات ما مترينيش ما مخلصينش الله أعلم أخويا كريم ما كاينش مخاطب ما كاينش مع من دوي وماركا وبيت وتحيد ليهم أنا أنت نقول لك كيخرجوا أنتقت وي هذه فرقة ما تترينيش وما مخلصاش وما عارفش الله أعلم والله أعلم أنا كيلا غيزولت هذه الحسنية اسمح لي راه دون وي ماتش في 8 ديال الماتشات زيرو فيكتوار ولا هي لا تعليق بتاريخ الحسنيه ولا بالحجم ديال الفريق باش نقول لا تعليق بالتاريخ ديال الفريق ولا بالحجم ديال الفريق ولا اللعابه اللي لعبوا في هذاك الفريق ولا الطاقات اللي كاينين في هذيك المدينه اخويا كريم ولا كاينين في هذيك الجهه كامله سيزون صعيب سير الاكادير دوز للتيره وهواره ودوز لهداك الشيء وتبقى تعزل في اللعابه الا ما قادش تجيب لعابه راه عندك لعابه ديال المنطقه دير بهم تهرس بهم الحجر ياسر عزدين حسنيه هادشي كله اللي قال حمزه انا متفق معاه وتعرف تعرفني يا كريم انا معاك في البرنامج دابا معك شحال هادي وتنقول لك الفراق خصهم من هنا خصهم الا بغاو يفهموا الكره
على حسب الامكانيات اللي عندهم، الامكانيات اللي كانت الكره المغربيه وديك الشيء 70% خصهم يكونوا بالمنطقه 70%. انا تنقولها لك الا بغات الكره تقدم وديك الشيء 70% ديال الجوار يكونوا من المنطقه، يكونوا ما تتعداو 60 كيلومتر بعيدين على المدينه، ما يمكنش. انا كتنشوف الكره وفين ما مشيتي كاين الكويريه، مشيتي لمنطقه فاس كاين الكويريه، مشيتي لمنطقه وجده كاين، منطقه تطوان ديال طنجه ديال اكادير بحال اللي قال قد مراكش، مشيتي للعيون كاينين، فين ما مشيتي كاين الكويريه. انا والله ما نكذب عليك، شتي البارح لعب الفتح مع الرجاء ياك، الرجاء مع الفتح، وتدخل الطوليب عنده تحسبني الفتح هي اللي لعبها بالخضر والرجاء هي اللي لعبها بالاحمر. على زعم وعنا نحكي تلعماهم قرناس كانت تلعماهم قول لي شحال كانت تلعماهم مباركة كيلعب مع الفاس ما لعبش بالرجاء قرناس قرناس لعب جديدة مش الرجاء لعب جديدة وما حسبش شحال كانوا من الفتح من هنا وحسبش شحال كانوا من الرجاء من كانوا جوج كانوا جوج من الفتح والرجاء ناح كان مبارك وبالعامري في الفتح جاو كيلعبوا دابا في الرجاء وادم نفاتي ادم نفاتي اللي فار لعب في الفتح لعب في الفتح ادم بيان سور بيان سور فاش رجع من الليل ادم نفاتي كان فات وي 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 سفري سفري احداد كان في الرجاء حتى هو مشى للفتح احداد وزيد انا بحثت خلطولي الفكره بابي فهمتيني ما الفكره شنو هي زعما يا واش هذوك تبادل الخبرات ولا ما يمشيوش من هنا لهنا ولا شنو لا انا اللي تيبان لي واخا غيبان لك عز الدين مورا فاصل اشهاري عا باش نشوف واش غيبان لك فاصل اشهاري ورجع مع المستمعين كان برنامج على مد مارس كيفاش بديتي مع التجاري وفا بنك التجاري وفا بنك فيكم واثقون كل واحد فينا كيحلم يعيش نجاحات كثيره في حياته ما يمكنش توصل لهذا النجاح اذا ما كانش الطموح والاصرار والثقه والرغبه في تحقيق الاهداف كيفاش بديتي متنفس لجميع الطموحين باش يتكلموا على مقاولاتهم الصغرى كيفاش كانت صعوبه البدايه وكيفاش كانت فرحه النجاح كنتي مقاول ولا حريفي ولا صنايعي فقره كيفاش بديتي كتعطيك فرصه باش تكلم على مقاولتك وكذلك كتوفر لك زبناء اجداد باش تقوي المشروع ديالك الا بغيتي تشارك ما عليك الا تبعث لينا الاسم ديالك ونوع المشروع والرقم ديالك على الواتساب في الرقم 06 64 20 06 17 كيفاش بديتي مع التجاري وفا بنك التجاري وفا بنك فيكم واثقون واش خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود الوقود العادي والوقود العالي الجودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينغسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي المازوت ليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينغسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر ايوا موعدنا في جميع محطات وينغسو باش تعيشوا التجربه ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر وينغسو كتعطيكم ديما كتر معا لنساهم في اشعاع المغرب وافريقيا رويالير ماروك دريم افريكا ميت موروكو رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:34 دقيقة دائما في الاستماع الغاديو مارس 100% رياضة وموسيقى وبرنامجكم علماء دمارس دائما الحديث على منافسات البطولة الاحترافية ونتائج نهاية هذا الأسبوع. عزدين كانت عندك فكرة ياك مشات لي الفكرة يلا مشي وحنا يلا ماتش فيكتور لوجيك ديال ليفار فيكتور لوجيك ميغيتا ديال ليفار تسد السكور زعما منذ الدقيقة الأولى عملي بدأ الماتش ومن دوميني ساسالين منذ الدقيقة الأولى أداء جد محترم جد قوي من ليفار اللي كترسل رسائل قوية للمنافسين ديولا على أنها هي حاملة اللقب وهي المدافع الأول على اللقب ديالها وي دايوغ يسون ليدر ستابيليتي يسون ليدر مؤقتا ستابيليتي على مستوى التركيبة البشرية أداء جد محترم لجميع اللاعبين حلول هجومية كثيرة حتى لي شوا اللي اعتمد عليهم المدرب منذ بداية عطاو بزاف ديال لا بروفوندور لي فار
خلاهم يوصلوا للبوطو بزاف وكانوا افيكاس وكانوا يقدروا يكونوا اكثر من يربحوا اكثر من هذا لو سكور هذا كريم بيان سور كانت تكون حصه ثقيله جاكيتي زعما كون استغلوا شي بوراس كان يمكن علاش السؤال ما عرفتش علاش الفرقه ملي كتكون عندها لوبورتونيتي تعمر لادفيرسير 6 7 8 ما كديروهاش كانوا ماشي يقلبوا ما كانش كان تعامل خاطئ كاش هاد لي سكور نورمالمون بحال هاد الماتش مع احتراماتنا للفريق يوسف برشيد زعما لي فرق يمكن البحث نهار السبت ربح ب 8 ماشي وعادي ولا 4 ماشي ساهله حتى هي راه ني كارطونات هي كانت 8 زعما دخل 6 فاصيل 5 6 فاصيل في هذاك الماتش هذا ازدين هو اللي الفرق اللعابه ديالنا كيوصلوا ثلاثه كيبداو يقصوا من الرسم بوحدهم لا انا متفق معك باسكو دابا هما اللي نجحات الجيش الملكي سي كو ماركاو جوج البيوت دغيا دغيا بالزربه دونك اسفيكسيا وبرشيد برشيد راك عارف ديزا واحد المرحله الرؤساء هذه المشاكل ازدين من اللعابه هما ازدين مابقاش كنسمعوك اخويا لاني معاك تعرفوني دايز في الراديو وكتعيطوا لي في التليفون مهم اتصال ماشي مهم لا لا ما مهم شيء يلا زيد اسيدي صديق وصافي قلت لك جوج ديال البيوت زربوا عليهم دغدغيا لي زون اسفيكسي افيك ان بو دو ديال المشاكل اللي عندهم ديك الشيء بون انا تفاجات بحال اللي قلتيها كريم اللي الجيش ما بقاتش لعبه بواحد الطريقه اللي تزيد تماركي بزاف وي دايوغ لا بروف سي كو برشيد ماركا 2-1 هما بحال اللي عاد بداو عاود يلعبوا باش يزيدوا يماركيو واش فهمتيني باسكو تدرب معاهم 2-1 ولكن علاش نعم بارفو كدوز من هاد لي مومون فور ديال لادفيرسير المول بلوز امبورطون وتعرف تابسوربي هذاك الحماس ديالهم وتعرف هذاك الضغط اللي عليه وتحولوا لانه من فريق كان خصو يربح ب 6 7 كان يمكن يخرج بالتعادل فواحد الفترات واحد الفترات ولينا من مورا حيدات لهم لي فار الضحك عازدين وي مي مازال الخدمه عند الجيش الملكي راه بغيتي ما خصنا نساو طاحوا مع واحد الفرقه اللي عندها بزاف المشاكل بل كان الماتش عندهم سهل بزاف مي لي بريستاسيون اللي شفنا ديال الجيش الملكي ديرنيرمون ما ماشي دي بريستاسيون اللي يمكن اللي كنا تنشوفوا بحال العام اللي داز ماشي حاجه راه هما ربحوا جوج ماتشات متابعين هما ربحين جوج شوف مكلاسين بروميي هما سالهم برافو عليك بابي مؤقتا انتظار الوداد عندها دو ماتش ريتار لما ربحاتهم بجوج دير ديزنا مكلاسين بروميي دابا مكلاسين بروميي ما كاين لا مؤقتا ما جاش هي الاولى ما كاينش انكار كبير ايه باللي كلو au niveau du jeu ma chfna chi jeu zama exceptionnel mais tir bhou parler de la qualité des joueurs li ndom par les individualités bda tirkez beaucoup plus ala 200 de jeu dial harimat ou najis toum hadi daba chi jeu matchat ma tlata ou ma tilabou mach mouhim bda kayati beaucoup de liberté al harimat li d'ailleurs dar match kbir ou ki yzid yakkad ala anno men ahsan احسن الوحدي احسن اللاعبين اللي كاينين في البطوله الشاسيه بيان سور باسكو خلى الناجي هو اللي تيدير ديك الخدمه القاصحه ديال يمشي يجيب الكواري ويدبز على الكواري التعادل ديال الزمامره وتطوان بواحد الواحد تطوان اللي كانوا غادي في واحد السبيرال زوينه ما هي سورتو النتيجه الكبيره اللي حقوا داخل الميدان مع السؤال تنظن على انه التعادل يخدم مصالح المغرب التطواني تطوان وي واخا ما كانش قد طموحات ديال الجمهور لانه كتشوف لو ريتم اللي غادا به الفرقه وما نساوش بان هذه الفرقه هذه هي حديثه جمعوا زعما مع بعضياتهم ما لعبوش بزاف وكيديروا مستويات كبار وكيبانوا لك اوموجين وسط الملعب عزائد عندهم واحد لا لين داتاك عجيبه وي قيادة لاتاكون دي ماركا بينالتي بايتجي اللي وصل لأربعة الأهداف دابا هي عندك زيد كروش حتى هو اللي سمية الماتش زعما زيد كروش لوجيك زيد كروش راه وصل تبارك الله لواحد الرقم ديال 250 ماتش مع ليكيب زيد كروش تيجيني في لونسيان تي نتاعو هو ماشي هو تيولي مقارنة تعرفني تنقارن بعد نوات بحال مودريتش مع ريال مدريد
ولا اخترت هو ولا تيلعب ترانكيل. عجبني السي العلوي ما تيلعبوش ديما, يلو دون دو طون دو جو فواحد الوقيتات اللي مهمين. ومن اذكى اللاعبين اللي لعبت معاهم انا بعدا سي اس دين هو زيد واري بزاف, وكيلعب سون بالون. لا كويري كيلعب سون بالون احسن من افيك بالون. عندهم فريقه زوينه, عندهم زعما سانسيرمون عندهم فريقه زوينه. داكوغ زمامرة دوسمون ما دايرش الحس, كلاسي ميو الطابلو ترانكيل غادي باش ياسيرو لوغ بلاص فلا بودورا برو. سورتو راه ضيعوا واحد الرباح في اكادير. وي ماي سي فري سي فري, راه ضيعوا واحد الرباح في اكادير كان يخليهم مرتاحين حسن من هكا. طيور منذ القدوم ديال سي امين هما تيديروا مستويات محترمه, كنتمنوا زعما المره الثانيه عاد التوالي يكونوا رابحين وكيرجعوا على فرق في السكور. هذا مشكل, كاين مشكل بحال اللي عند الماس, حتى هو كاين بروبليم اللي عند الماس كاين ما كيحافظوش على السكور. الماس كتمارك عليها بطريقه تاع هي ماس مع طنجة جوج لجوج ما تزوين ماتش واعر بزاف, وهيمنه ديال الماس باش نقول لك وي ايزون دوميني الماس. هيمنه ديال الماس كان ممكن الماس تربح بنتيجه اكبر من هذه. نورمال اخويا طنجة كتدخل في طون بلاصه, واخا طنجة جاتها بينالتي اللي كان يبدل المجريات ديال المباراه في الاول ديال الدودي ديال بانين كان. معليش معليش كتوقع كتوقع يلعب معرض لهذاك الشيء. لا لا سامح لي الدودي لعب ما تتوقعش. علاش ما خصهاش توقع؟ ما نو ما خصوش يضربها بهذيك الطريقه, ما خصوش. بانت واحد لا نونشالونس, بانت واحد لا نونشالونس, عدم مسؤوليه. هادشي اللي بغيتيني نقول لك هو لان راه لعاب كبير, راه لعاب كبير الدودي. وانا معاك بانه هذاك الشيء ما خصوش يدير, هذاك الشيء ما خصوش يدير, هذاك الشيء لانه هو عنصر الخبره تمايا. سي تان ليدر فهمتيني, خصو يكون ريسبونسابل وياخذ المسؤوليه ديالو ويضربها مزيان. حتى لاش بدا الجول يضربها مزيان, لان ما صاغي فاش سي حزدين كتشدك واحد التسطيه في الماتش. كل واحد كل ماركه كون قلنا واه لا ما ماركاش, دابا ما ماركاش ومحتاجين محتاجين بالنقاط. طنجة باش تامن منين دازت العام اللي داز مشاكل وديك شيء راه محتاجه بالنقاط, خصها تربح. ما خصهاش بانينكا, واش حنا وبعدنا تنساو المهم, واللي المهم هو تربح ماشي دير لي البانينكا باش يطبلوا عليك الناس. دونك تتولي اناني ملي تبغي دير البانينكا. والله يديكم اصاحبي بيرلو بيرلو يا بيرلو زقلا كونتر البارسا في تشامبيونز ليغ دار بانينكا اصاحبي. العقل دابا لاحظتك بيرلو اصاحبي, دابا حنا تنهضروا شوف دابا تنهضروا على طنجه مع المغرب الفاسي وتهضر الميلو مع البارسا في تشامبيونز ليغ. سمعني دابا حنا ما قصدناش سيد داودي, حنا بدنا نقصدو طنجة مكلاسيا في الرتبة 13 فهمتيني, خارجة من تعادل هزيمة هزيمة تعادل فهمتيني كيفاش. راه 6 نقاط كون تكون زادوا جوج نقاط اخرين يطلعوا تجيهم 9 نقاط يطلعوا قدهم قد اولمبيك اس بي. واحتراماتي لطنجة ولكن ما يستاهلوش يربحوا في هذا الماتش هذا. راه تنظن على انهم سرقوا التعادل واخا لاعبين في الملعب ديالو, واخا راه لاعبين دوميسي لاعبين في تطوان. شوف انا اللي عجبني في هذا الماتش حاجه وحده, والله لي فاس دو جو على الورق انا اللي عجبني في الملعب ديالهم. شنو اللعب ديال الماس ما ديال الماس ما ديال طنجة ديال تطوان يا طنجة كريم. القضية ديال 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 هاد التيران ديال التيران اون جينيرال فرق ديال التيران زعما طنجة علاش المسؤولين ديالهم يمشيو يشوفوا شي تيران واحد اخر اللي يستقبلوا فيه الجمهور ديالهم حيت ما يمكنش. وعلاش الجمهور ما يطلعش لتما كريم؟ والله هذيك راه سيكيوريتي اصاحبي. شمن سيكيوريتي؟ حنا بلد الامن. لا بلد الاشو هذيك الهضره شو هو انت بلد الامن على راسو عينيا, ولكن عارف شنو واقع. دونك بلا ما نقطوش الشمس بالغربال, إلا بغيتي تريسكي بالحياة ديال الناس وتريسكي بالسلامة ديال الناس والممتلكات ديال الناس, اللهم سد الباب من اسمو عليه. هذاك اللي فهمتو انتم هذاك المثال صافي وارتاح مع راسك. علاش علاش غير كل ويكاند والفرقة اللي تتعيش مشاكل والمداخيل وداك الشيء منين غادي شكون اللي غيصرف على الفرقة؟ كيفاش؟ طنجة مش كل غيصرف عليها منين غتاخذ هذاك الدعم؟ شناهو فلوس الجمهور وفلوس هو ما يمشي يقلبوا على التيران فين دخلوا فينا هو التيران عطيه لي انت مشي يقلبوا على التيران يقلبوا كيفاش دبروا مالا انا خصني نقلب لهم على التيران ولا انت خصك تقلب على التيران هما خصهم يديروا خدمتهم هما باغينها سهله بارده ما كاين لا بلاسمون ما كاين لا فري لا والو وبخير والجمهور ما كاينش وحنا لاعبين مقصرين. دابا يعطيولهم تعويضات دابا يعطيولهم تعويضات. شوف انا اللي عجبني في هذا الماتش لقطات كل ماتش تناخذ منه البوزيتيف نتاعو. البوزيتيف ديال هذا الماتش لقيت المغرب فاسي بحال اللي هضرت عليها البارح وقيله ماشي حاجه ولاو تيتيريو من بعيد
وبحال اللي قال حمزه وهضرنا اونصامبل على الجديد اللي تاهو واحد دو تير ما تخوا تير دونك ملي تنشوف انا دي فاز في دي ماتش تنقول مصاب هادشي بقى يتكرر مصاب لي جوار يبداو يديروا هادشي هذا غير هو ملي يبداو يديروا اسمح لي يا بابي انا ملي دويت على هيمنه الماتش سان في با دير كطنجة ما كانوش في الملعب انجارا داروا محاولات وكانوا شكلوا خطوره على الماتش شكلوا خطوره على الماتش وقدروا يتعادوا مع الماتش وقدروا في الاخر كانوا في الاخر يقدروا يربحوا الماتش كون جات هذيك الكره ديال الجعدي كون جات في القادر شوف كان عجبني البيت الثاني ديال المغرب الفاسي اللي تلعب جمله تكتيكيه واعره السعدي برافو عليك بابا زعما تري جولي بيت ديال بوريكا زعما داروا واحد كما تقولوا نتوما جمله هذا ما فريمون ياك جمله تدوز هي هذيك الجمله خيت سبك البارح يلا غير هو حبت فوز والله ما بقى عندي وقت والله ما خبيت عليك واحد المعضله كاينه في الكره معضله زيد على المعضله هي هو كنحيدوا الرقابه كنحيدوا عينينا على لادفيرسير في لي بالاريتي كيسهاو الدراري وطرات حتى في الماتش ديال الوداد كونتر سان داونز وهي طرات الماتش كونتر طنجة لان الهاشمي خلى لادفيرسير ديريكت ديالو مشى ومشى يقلب على لاطاكون اللي ولا مديفيا عطاه الاخر وي صفر صفر النقطه كاينه ديال السهو في لي بال زاريتي من كلكو جوور الرجاء ربحوا البارح الفسح في قمه الجوله بجوج لزيرو فيكتور ميريتي الرجاء بيان سور ميريتي تخي بو بي ادم لافاسي ودوزيام لا بريستاسيون ديال ادم تبارك الله كانت كلها محترمه هل تفرق عليك سافو ادم لا ما نقولوش بحال هكا كانوا الدراري كلهم تبارك الله مزيانين كان كان تحفظ على بعض الاداء ديال بعض اللاعبين اللي ما قدموش هذاك الشيء اللي مطلوب منهم ندويو على بوزوق نيت واحد اللقطه ما فهمتهاش ديال بوزوق خلى الكره بقى واقف فاش خرج ماجد بالراس كان معول كان كيتسنى تخرج لاطوش تا هو في الامكان لا جوست ابري اللي مي انه بان لي اللعاب غادي يجيبها كان يمشي ما هو عاطي بوبو كان خصو يمشي ديك الساعه يبريسي ويقدر ياخذها ديك الساعه ما نافسش على الكره كاع واش وانا بالنسبه ليا لاعب عنده امكانيات كبيره اخويا كريم لا نقولوا لاعب ما والو راه ما تنفهموش عنده امكانيات واني كنتمنى ان شاء الله لانه يقدم لو بلوس اللي جا به الرجاء حتى الطريقه اللي لعب بها زين باور طريقه محترمه لعب بدومينغو كمهاجم وهمي ما يمكنش تقول لي انا دومينغو اتاكون دو بوينت وكان كيبازي لو جو على الزرهوني وعلى بوزوق الزرهوني ما كانش على سميتو ادم نفاتي ادم نفاتي وبوزوق زائد زياده العدديه اللي كيدير بوغرين زريده في البوست ديالو ما كاينش محسن منه في المغرب المغرب كاع المغرب ما كاينش محسن من زريده في بوست ضربوا ماتش وانا دابا انا قلتها لك متعاوده من حقك من حقك راهي ديالي في هذاك البوست ما كاينش محسن من زريده في المغرب مزيان نتمنى يبقى غادي بهذا النيفو هذا بحال هكا اللي مرضني شويه هو الدخول ديال مبارك نتمنى انه ان شاء الله يديفلوبي لو جو ديالو فيغ لافون حيد عليا من هذاك اللعب ديال في البحر لعب ديال سيتي فوت بما ادري ايش اسمح لي ما كنتش كنسمع في البحر لعب في البحر لعب في البحر سير القدام وسير ماركي هو اليغون في لعبو زوين هو تفرج فيه ولكن هذاك الشيء ديال البحر اسمح لي اسمح لي ليفيكاسيتي سير ماركي حنا علاش كنديروا بحال هكاك اخويا كريم علاش كنركزوا اللعب في واحد لو كوتي باش علاش كنفيكسيو بوغ شونجي بوغ رونفيرسي لوتر كوتي وي باش تلقاه حلول في الجهه الاخرى كتفيكسي دان كوتي باش تلقى حلول في الجهه المقابله داكور وتكون افيكاس وتمشي للبوطو عز الدين الفاتح ما عرفتهمش اسمعني عندنا انا سامح لي انا ما كرهتش في هذا الماتش هذا كون كان عندنا الوقت نهضر فيه بزاف ونسالينا فريمون سالينا والله ما عندناش الوقت بزاف دونك انا نعطيك جوج حاجات انا نهضر على الفتح كيفاش شفت الفتح كيفاش شفت الرجاء الفتح تيلعبوا الكره تيلعبوا لو جو بور لو جو دابا راه ما فواحد لافاز ديال بين العام اللي داز وهذا العام لو جو بور لو جو اللي ناقصهم هو لو مونك دو رياليزاسيون سادير داك الشيء اللي تيديروه في التدريب تيديروه وتيحاولوا يطبقوه ولكن ما تيقدروش يماركيو دغيا مازال ما لقاو الحل ديال لا سوليسيون كيفاش يبداو يماركيو وداروا واحد الحاجه ولاو كومبليمونتير بيناتهم كل واحد تيعرف الاخر شنو غادي يدير كل واحد عارف الخدمه اللي خصو يدير اي سا سي تري امبورطون مي مش تن الفتح البارح اي اون بليس
الحاجه الوحيده اللي مازال ناقصاهم خصهم ديك لي 3 ديفونسور خصهم يوليو بلو سيكوريزي, خصهم تكون عندهم بوكو بلوس دي سيكوريتي, وخصهم يطلعوا النيفو نتاعهم ديال سيكوريتي افيك لي ميليو تيران وديك شي. انا عندي كنت باغي نقول بزاف الحوايج وني حتى الغدا الا كان عندنا الوقت نزيد. باغ كونتر كون جينا نهضر على الرجاء, الرجاء بغات تغير اللعب نتاعها, ترانسفورماسيون دو جو ولا دي ان ديال الرجاء. لا دي ان ديال الرجاء انا البارح ماشي هي هذه, واش الناس واش الجمهور ديال الرجاء هذه قبل ديك الطريقه اللي باغي يلعبها المدرب, نماركيو نديرو الطوبيس نجلسو اللور ونلعبو اون كونتر, واش هذا الشيء هذه ينجح في الرجاء؟ حيت انا شفتهم البارح ماركاو البيت ولاو تيجلسوا ب 10 اللور. سي بيان سي اون فاسون دو فير, ولكن واش هذا الشيء الجمهور ديال الرجاء باغيه؟ واش الجمهور ديال الرجاء باغي فرقته تلعب هكا؟ الا كان قابل باش يمشيو يبقاو تما وقيله يمشيو بعيد, ما الا كانوا رابحين بان زيرو تما يديروا الطوبيس يجلسوا اللور. انا ما بغيتش ندخل بشي هذا النفاتي ولا اخر دار وهذا دار ولا اخر مشى ولا اخر جا وزيد اللعب هنا. كومون سي بو كريتيك ان اونترينور اللي مازال ما خسرتش شي ماتش ودار مستويات كبار؟ ماذا كريتيك بار؟ الكره عنده زوينه, الكره البارح لعب كره البارح تحسن كبير, لعب كره البارح وخلق الفتح في لا بريمير ميطون. انا ما فهمتش انا عز الدين امتى شاف الرجاء رجعت للور؟ انا بال ديال الرجاء ديما زايده عند الفتح القدام, والفتح كدير انجو ديريكت لعبه بانجو ديريكت. الله يعطيكم السلامه. ودابا انا خليتكم هضرتوا نتوما نص ساعه, خلوني نكمل غير الفكره نتاعي وقولوا اللي بغيتوا. انا جو نسوي با كونتر لونترينور با دو تو, او كونترير انا باش يطبق ويدير لهم ويلزم يلزم عليهم كيفاش اللي لعبوا البارح. سابتو كو لو ميساج نتاعو بدا تيهضر, بدا تيزيد, بدا تيوصل. سا سي تري امبورطون باش تبدل الطريقه ديال او 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 وديك الشيء ديال ضريبه ضريبه وديك الشيء ديال الرجاء وتلعبهم واحد الكره اللي انت بغيتي كمدرب. انا تنقول له برافو عليه. واخا على ديك الكره بانت لك ما وصلاتوش للبوطو. عز الدين فقدنا عز الدين. عز الدين هاني معاكم, هاني معاكم, هاني معاكم. على ديك الكره اللي لعبها بابي البارح ما وصلاتوش للبوطو وماركا بها. انا شوف يا حمزه انا قلت لك ربحوا, انا شوف با كونتخ غير ما تاخذوهاش كان نيجاتيفات اللي تنقول لكم. الكره ديال الرجاء تغيرات, الوداد ما تتغيرش الكره من ناحيه تغيرات. بانت لا دي ان ديال الرجاء, والرجاء كتلعب مازال كتلعب لاطاك بلاسي ومازال كتبني الهجمه ديال مازال الرجاء كتبني الهجمه ديالها من التحت. دراري سمحوا لي غادي نقطعكم, غنقطعكم الدراري. انا بغيت ان يكون واحد الحاجه, شوف الماتش ديروا عندك راه الرياضيه يوتيوب الرياضيه طالقينو نتلقاو انا وياك اون ميم طون, وانت جالس في دارك وانا في داري ونهضروا ونشوفوا. داكور ديروا واحد الاكزرسيس شحال الوقت جلسوا, شحال شكون اللي كيسي كي في بوكو بلوس سيركولي لا بال وشكون اللي جلس اللور بلوس. انت بلا بوزيسيون كانت عند العد من كانت لا بوزيسيون. سمحوا لي قطع لهم ميكرواس غنمشيو توقف مع لو جو ديالنا شافوتو. مسابقة شافوتو, شوفو هو شافوتو. شاركوا معنا مستمعي الكرام وشاركتوا معنا وشكرا لكم بزاف, شكرا لكم بزاف على المشاركة ديالكم. ومعنا صاحب الحظ واللي طلع في لو تيراج او سور بعد ما كسبنا كلمة شافوتو على رقم 50-30 تماريس وسط الدرام تي تي سي مرة أخرى من الدار البيضاء. سيدي كمال صباح الخير. الو صباح الخير سيدي كريم. صباح النور سيدي كمال. كنشكرك اخويا كريم على النزاهه ديالك. مرحبا مرحبا اخويا, هذا واجب. صراحه ديالك مرحبا, هذا واجب حبيبي. واخا واخاوي واخا رجاوي نتايا كتبني من الغالي في الوداديين زمان. هذا الواجب, شوف هذا الواجب ديالنا والضمير المهني ديالنا يحتم علينا. انا كوداديك كنحترمك اسم جميع الوداديين. الله يحفظك اخويا, شكرا شكرا. تحيه متبادله مع جمهور كبير, جمهور ديال الوداد. سيدي كمال اخويا, البيت ديال اليوم عرفتي ما عرفتيش؟ انا البيت ديال اليوم بحال الا عطاني في عماره لانديز. ويلي انا كوداديا انا ما كنت بزاف في عماره, غادي نقول على حساب لانديز اللي عطاني في عماره حيت قال لك كان شي ما تبغى يصيفط للبريال. أيه. انا غادي نقدر نقول حفيظي الحفيظي متاكد. عاونوا نسمعوا البيت, عاونوا نسمعوا البيت. انا قلت على حساب زيد السيدي نسمعوا البيت. الكره عند الحاج لا الكره ما تولي ما تولي والحاج جات بس في المومن ما تولي عنده كره الكره عند علي كروشي دخل علي كروشي عادل عادل عيار ما خلاش علي تقول الله الله سيدي كمال تولي القلحله. سيدي كمال اخويا تهزلت الكره من عند الكاروشي دوزيام بوطو خرج لها قاهر دروغبا وايطو والحاج بالراس. اها دار لها الدو بالراس, جبد الجول. اه
تحطات قدام الحافظي اللي ضربها. كاين اخويا كريم اخويا انا بصراحة انا ما عرفت بصراحة هذا يكمل مودياليتو ديال 2013 اي هو هذا وطوك هادشي اللي غادي يكون. انا زعما ما كنبش عليك انا عطاني عندي مع الاستعمار بزاف ودائما تيقول لك خاص حافظي يمشي لريال مدريد. خويا الله يحملك الوالد خويا ولدك اسيدي. نتمنى من السي وليد ما يعطي على حتى شي واحد من الدويده ديال لانهم هلوكين بزاف وعندهم ما يعطيو ليكيب ناسيونال. غاتقدر تمشي تبعد مني لا دابا حنا مربحين 500 درهم وانت تسوق الوليد تاخذ 500 درهم وسرق دي حاجه خذ 500 درهم خذ دير بها اللي بغيتي يعني قال لك السي كمال مبروك عليك اخويا ربح معنا بونداجا ديال 500 درهم مع شافوتو. مسابقة شافوتو شوفو هو شافوتو لي زامي ادو ما ان شاء الله. ميرسي بوكو شكرا بزاف. شكرا كريم. ميرسي حمزه بابي شكرا خويا وي تبارك الله عليكم حمزه. شوف الواتساب شفتو بابي. ميرسي بوكو للسيف اللي كمل معنا لا ريزاسيون كريم حجاوج اللي رافقتنا بيان سور في موقع التواصل الاجتماعي والمدير التقني الوطني ديال المخرجين عبد القادر القريدي. حنا نتلاقاو غدا ان شاء الله في هذا الجين برنامجكم علماء مارسيل اللقاء.